من ناحية المغاربة يعني ما نجموش نكروه. ما نقدرش ننكروه هذا. محمد الخامس كان موقفه من أروع ما يكون. هذو البوليس اليوم ما نعرفوش، حتى لقينا روحنا لابسين القنادر ولي باتوغا وحطوا لنا دي ميداي تاع 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 الحديد افيك دي بلاك، ونحاونا الكواخت نتاعنا وبعثونا عام قالوا رصاص ولا يخيط. واش دخل جد باباك في هذه القضيه بين البوليزاريو والمغرب؟ سي بوداود، انت في الكتاب هذا تقول الكلمه، تقول بلابد الاعتراف بالمساعدات اللي وجدتوها من الشعب المغربي ومن الملك المغرب والملك محمد الخامس وولي العهد حسن الثاني. قلت بانه كانت مساعدات كبيره للثوره الجزائريه. هل يمكن تكلمنا باختصار عن هذه الاشكال تاع المساعده تاع الشعب المغربي؟ الشعب المغربي الاولى في العيد الكبير كل الجنود تاع الكباش يلموهم كامل من الشعب يبيعهم ويعطيونا دراهم للجبهه. هذا من ناحيه الشعب. من ناحيه الملك ولا الملوك يعني، ولا السلاح كيجي لحنا من الخارج، يجي ينزل في دار البيضاء. شكون اللي يستقبلو؟ مغاربه. الجيش الملكي. الجيش الملكي هو اللي يستقبل، يخبيوه عندهم ومن بعد يعيطونا حنا نديوه. هذه في وقت محمد الخامس وفي وقت حسن الثاني. حسن الثاني قال لك شوفوا احنا نعطيكم السلاح، وعطونا السلاح هما بروحهم. قال لك بصح ما نحبوش كرطوشة واحدة تحكي بها في بلادنا، ديوه روح ديريكت تدخلوه ولا تدخلوه. هكذا كان الحال. انا خطراها ولا مازال عقل عليها، جاب لنا قال لي شوف نهار فلان، انه بوسوف قضى المسؤوليه تاع الارمامو ورابيت مو جينيرال، قدمني الحسن دو، قدمني للسفير روسيا، قدمني السفير يوغوسلافيا، سفير بلغاريا. قال له كل ما قص السلاح ولا كذا سي مصور. سي مصور. ما دونك من ناحيه المغاربه يعني في الحقيقه ما نجموش نكروه. ما نقدرش ننكروه هذا. واش نكروه؟ بالك الناس اللي ما على بالهمش يقول لك هذا راه يبالغ. انا ما نبالغش انه هذا تعشتها انت كمسؤول. أنا عشتها. وباش نزيد حاجه، انا ما كتبتش كتاب على الثوره الجزائريه، كتبت الكتاب على الشيء اللي شفته. شهادتك شهادتك في ميدان تسليح في الجهه الغربيه. هذا هو. ويؤلمنا الما شديدا ان تجري في ارض جاراتنا الجزائر السقيقه معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما اشد رغبتنا في ان تغاصر مفاوضات بين جميع يهمهم الامر لتسويه النزاع القائم، تسويه تتفق وميثاق الامم المتحده الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها. Je déplore à nouveau l'absence de l'Algérie combattante dont le courage et la maturité politique obtiendront, j'en suis sûr, avec les pays épris de liberté et de notre organisation, l'indépendance prochaine. Je voudrais à ce propos marquer au passage le déséquilibre évident et incompréhensible à tout homme sensé de la position de la France qui, d'une part, peut parrainer l'admission à l'ONU de 11 pays encore sous sa tutelle au moment où commençait le conflit algérien, et qui d'autre part mène en Algérie la plus impitoyable des guerres de répression. Monsieur le Président, d'autres hommes, en dehors de cette assemblée, n'ont cessé depuis toujours, et souvent au prix de leur vie, d'élever haut leur voix et de la joindre aux vôtres pour montrer aux responsables français la représentativité du FLN, du GPRA, leur force et leur légitimité. Non seulement à Tunis, au Caire, à Moscou, à New York, mais au sein même du gouvernement français, on rencontre maintenant des hommes qui très raisonnablement... pour les envoyer en dehors des frontières, comme ils ont fait avec nous en 75-76. En 75, ils nous ont menti.
Nous étions des jeunes. Moi, j'avais 24 ans quand je suis rentré de l'armée. J'ai failli mourir à 25 ans. Parce que les bandits de Bouteflika et des colonels de l'époque nous ont menti pour dire nous allons. عندنا صحابه رايفه في الحدود نتاعنا، احنا ما على بالناش هذو البوليساريو ما نعرفوش، حتى لقينا روحنا لابسين القنادر ولي باتوكا وحطوا لنا دي ميداي تاع 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 الحديد افيك دي بلاك ولحونا الكوارت نتاعنا وبعثونا دير لحلو تيفاريتي سماره وانا في عام قالا عام قالا ورصاص ولا يخيط يا الخوباته يا المجرمين كنت 108 d'entre nous ont été faits prisonniers par les forces armées royales marocaines. Bouteflika al-Khabi, le musulm. Je lui ai dit, nous n'avons pas de nous. Et Hassan II, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donc ils ne sont pas protégés par la Convention de Genève. عندما تنظر الى لي زيماج تاع البوليزاريو تلقى بلي هنالك عندهم جيش وعندهم دبابات والكابوس ديال الريح قلت وشي ذا العسكر تاع الجزائر لابسين كيما حنا وهزين سلاح كيما حنا وعلاه باسكو لي جينيرو تاعنا يمدوا لهم السلاح تاعنا ويمدوا لهم الباس تاعنا ويبدلوا لهم الرونجرز تاعنا وعلاه باسكو ما مش فاهمين مع المغرب خي انت تؤمن بالقضايا الدوليه وتؤمن باللي هنا هنالك الاتحاد الاوروبي والامم المتحده وان هنالك عداله دوليه ولا هاي واش دخل جد باباك في هذه القضية بين البوليزاريو والمغرب واش دخلنا احنايا لماذا احنايا دخلنا في القضية وتمنعنا من السفر إلى المغرب وتمنع الشعب المغربي من زيارة الجزائر يا مجرم كلما تحدثت إلى مسؤول كما قلت لكم إلا وأحسست بأنه يبغض المغرب لأقصى حد علموهم عندما يوليو دي كوميد ليطا خدم عند هذا النظام أنه أول حاجة لازم تكره المغرب وعندما ننظر إلى تاريخ هذه المنظومة الفاسدة نرى بأن المغرب فتح لهم الأبواب وخلى أم بوتفليقة عندها حمام وفي ذلك الحمام تربى بوتفليقة مع نسا ولا يهدر غير مع نسا ويخدم غير نسا ويذلل في الرجالة ونعلم باللي أن زوغار رحمة الله عليه فتح أول مصنع للذخيرة الجزائرية للثورة الجزائرية في وجدة وفي طنجة في المغرب ونعلم كذلك بأن المغرب أعطى الإمكانيات السياسية والدبلوماسية والمعنوية والمادية للثوار الجزائريين بل أكثر من ذلك نهار بوتفليقة راح باش يشوف بوضياف وبن بلة ويشوف كل المسجونين في السجن فرنسا راح بباسبور مغربي دونك لو ماروك بروني ريسك ديبلوماتيك فيزافي دو لا فرانس لكن لي فرونسي على بالهم بلي جاي باسبور مزور كانوا يسمعوا من وراء البيبان وقال لهم ما تروحش محمد بوضياف روح لبن بلة ذوك يقبل وراح لبن بلة وقبل تروحش بن بوضياف وايتمد ما تروح لهمش هذوك مسامر وراح البنبله وبن راح البنبله قال له ابو مدين يقول لك كذا وكذا ومن بعد راح ابو مدين قال له بنبله وقال لنا كذا وكذا ودخلوا علينا عسكريه عسكريه ونعلبوا المدنيه الملك محمد الخامس رحمه الله فكان كذلك يعني وقع لقاء ما بينه وما بين بعض المبعوثين من الحكومه الفرنسيه وكان سمعوا منه كلام خطير كثير ما الذي قام به محمد الخامس بعدما اختطفكم الفرنسيين؟ قام وخذ موقف يشرف وهدد حتى يعلن الحرب بفرنسا وهذا مشكلة فقط أنا. محمد الخامس كان موقفه من أروع ما يكون طيلة سجننا وحتى خرجت من سجننا وشفته بعدين كان موقفه رائع مع يعني فيما يخص قضية الجزائرية كان موقفه من أروع ما يكون طيب الآن وأنتم في السجن وكل لكم محامين كان واحد منهم كان مغربي كان واحد منهم مغربي هو عبد الرحمن يوسفي الآن رئيس الوزراء كان هو المحامي الخاص كان آخر هو من أصل جزائري كان مستشار الملك اسمه شرقي هذا الرجل عنده مقدرة هائلة في يعني في المحاماة يعني رجل رائع يعني محامي من طراز الرفيع وكان في نفس الوقت مستشار قانوني للملك
محمد الخامس. محمد الخامس. محمد الخامس هو الذي وكل لكم المحامين؟ اي نعم، كان هو صلة ما بيننا وما بين محمد الخامس. إذن توضيح أكثر من هذا ما كاينش، لكن فكرت واحد المسألة أخرى، أن كاينين الناس اللي كيتكلموا غير الفرنسية وما كيعرفوش العربية، ولهذا اختاريت لكم كذلك صريحات ديال واحد من أبرز القادة ديال الثورة في الجزائر، اللي هو المرحوم حسين أيت حمد. Le roi Mohamed V a proposé de donner son fils en échange de la libération de ses hôtes, des hôtes qu'il avait reçus. Donc le roi Mohamed V avait proposé de vous échanger vous cinq contre son fils, donc vous étiez vous emprisonné à Alger, et de faire l'échange avec son fils. Ah, tout à fait, mais je crois que ce qui est important, la déclaration très forte du roi a eu quand même un retentissement formidable du point de vue de l'opinion et surtout du point de vue de la façon dont les Américains et les autres conçoivent. Parce que de tout temps, ils ont protesté contre la solution guerrière du problème algérien. Les Français avaient peur de perdre aussi la monarchie marocaine. Et puis, il y avait aussi, je devais faire venir un bateau d'armement des États-Unis au Maroc, et c'est le prince héritier Moulay Hassan auquel je me suis adressé qui m'a dit: je vous donne la licence, je vous autorise à faire ça. Le Malik ou le Moulouk, يعني ولا السلاح كيجي لحنا من الخارج، يجي ينزل في دار البيضاء، شكون اللي يستقبله؟ مغاربة. الجيش الملكي. الجيش الملكي هو اللي يستقبل. يخبيوه عندهم ومن بعد يعيطونا حنا نديوه. هذه في وقت محمد الخامس وفي وقت حسن الثاني. حسن الثاني قال لك: شوفوا، حنا نعطيكم السلاح، وعطونا السلاح هما بروحهم. قال لك: بصح ما نحبوش كرطوشه وحده تحكي بها في بلادنا. نديوه نروح ديريكت تدخلوه ولا تدخلوه. هكذا كان الحال. اكيد غادي تقولوا لي شكون اللي روج لهاد الاكاذيب. اكيد الناس اللي هما عندهم مصلحه، الا كان ممكن نسميهم الناس، الاشخاص اللي هما طاروا ضد الثوره الجزائريه نفسها. اللي كيروجوا لهاد الاكاذيب هما نفس الاشخاص اللي شدوا بن بله وحطوه في الاقامه الاجباريه اللي قضى فيها ازيد من 15 سنه. اللي كيروج لهاد الشيء هما نفس الاشخاص اللي حكموا على حسين ايت حمد بالاعدام قبل ما يتمكن من الهروب من السجن ديالو ويمشي لسويسرا يعيش في المنفى. الاشخاص اللي قتلوا محمد خيدر في 1967 يلا استقلت الجزائر. اللي روجوا لهاد الاكاذيب هما نفس الاشخاص اللي قتلوا كريم بن قاسم في 1970. الاشخاص اللي روجوا لهاد الاكاذيب هما نفس الاشخاص اللي قتلوا محمد بوضياف امام اعينكم وامام الكاميرات ديال الاعلام. اللي كيقوم بهذا الشيء هما نفس الاشخاص اللي حكموا على محمد بوضياف بعد الاستقلال بالمؤبد، وبعد ما مشى للمغرب وعاش فيه ل 30 سنه، نفس الاشخاص النهار اللي رجع هما اللي قتلوه امام عدسه الكاميرات ديال العالم كله. اللي كيروج لهاد الاكاذيب هما الاشخاص اللي اليوم الا تكلمتي تدخل الحبس، ولا كنتي على برا يحيدوا لك الجنسيه، ماشي المغاربه واسمحوا لي. واذكركم مره اخرى ان الفتنه اشد من القتل. الى اللقاء.